السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة عميدو. مرحبا بكم من جديد. واخا خبرنا عليكم شحال هذه، ولكن ان شاء الله هذه الايامات هذو غنكونوا ديما موجودين تقريبا نهاريا نهار لا لحوا فيديوهات جداد ان شاء الله. اذا حنا دابا متواجدين في القنطرة اللي تتربط ما بين الزاوية وتصومعيت. صراحة هذا الواد اللي كبير بزاف، وهذه القنطرة اللي غادي تكون كبيرة بزاف كما تشوفوا في الصورة، وغنشوفوا الاشغال في وصلات، وكذلك نشوفوا التطورات ديال هاد القنطرة هذه. ما تنساوش ديروا جيم وبارطاج وكومونتير باش تشجعونا فرجة ممتعة. اذا حنا دابا جايين من جهة الزاوية، يعني هذه هي الطريقة ديال الدخلة ديال القنطرة اللي تشوفوها. هنا راه كاين الإنارة ودايرين حتى القدرون، راه هي تتبان لنا من البعيد. والجهة الأخرى كاين تصميمات يعني في ورزازات، والخدمة راه تبارك الله راه غادية. هنا تشوفوا الجنبات تقريبا راه خدامين ودار الجليج، يعني والامور غاديه مزيان، يعني لي باساجي ديال الرجلين. صراحه كاين واحد المنظر اللي رائع جدا كما تتشوفوا، يعني راه هنا تيدوز الواد، يعني كاين الطبيعه، يعني غادي يكون واحد المنظر رائع جدا ان شاء الله فاش غادي تكمل هذه القنطره. هذه القنطره الكبيره في ورزازات اللي تتربط طبيعه الحال ما بين الزاويه وتصومعيت كما تتشوفوا في الصوره. وراهم لهي تيوجدوا يعني بعض الأعمدة تمايا كما تشوفوا هنا، الأعمدة ديال الإنارة راه داروا الإنارة، وباقي الجهة ديال الواد هي اللي باقي فيها الخدمة، لأن تتعرفوا البلاصة اللي تيكون ديز فيها الماء يعني راه تتبغي الخدمة بزاف. يلا نكتشفوا جميع هاد الفيديو كما تشوفوا هنايا. هنا راه دار الجليج، هنا باقي شي بوطوات، يعني الامور غاديه الى احسن ضمة ذلك. وهنايا عندنا جهه الواد، يعني هنا راه فيه الخدمه بزاف وراه الاشغال غاديه، وان شاء الله مره نلوحوا التطورات ديال هاد القنطره فين وصلت. وبقاو معنا ان شاء الله على القرص باش توصلوا بالجديد. غادي نشوفوا مجموعه من المدن كذلك كل اشغال، ونشوفوا مجموعه من الوجهات. فمرحبا بكم معنا من جديد في قناه معميدو. ما تنساوش طبعا ديروا واحد جيم وواحد لايك باش تشجعونا نلوحوا لكم فيديوهات جداد اخرين ان شاء الله. شكرا لكم، يلا نكملوا الفيديو. كما تتشوفوا دابا عندنا هنا الاشغال، وراه غادي يكون هنا يحفروا بزاف باش يكون الساس، يعني تتكون الامور يعني صعيبه شويه، يعني بالنسبه لان تيدوز هنا الماء بزاف، يعني الواد الامور تكون تحتاج للخدمه بزاف. وانا راه ما تيديروا دوك الاعمده والسيسان و خدامين تما، يعني ضروري البنيه التحتيه ديال القنطره باش تكون ان شاء الله في احسن اوج العطاء. واللهم بارك كما تشوفوا في الصوره. وهنا الجنبات كما قلنا، شوفوا هنا الجنبات يعني كانوا خدامين في الجليج هنايا تيقدو كما تتشوفوا. ودابا غادي واحد شويه نشوفوا الضفه الاخرى كيفاش دايره، ونشوفوا الاشغال في وصلات. راه هي الضفه الاخرى جيت تصومعي تما، يعني تيبان لكم في الصوره، يعني تما ان شاء الله، يعني هل هنا الحديد وهذا على السيسان وهذا باش تكون القنطره ان شاء الله صحه تبارك الله. يعني اللهم بارك، يعني تشوفوا الطول، يعني كاينه مسافه كبيره، يعني فاش تصير هاد الاشغال هنا غيكون واحد المنظر رائع هنايا يعني ان شاء الله، وسيرتو مع وقت الغروب في الصباح بكري، يعني هذاك الجمال ديال الطبيعه والماء، فالامور ان شاء الله راه غتكون مزيانه. كذلك غادي تخفف السير على 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 سميتو على الحديد، ويعني والمسافه ما غاديش يبقاو يجيبوا الطوره، الامور غتكون مزيانه. عندنا تما تيحفروا باش على حساب السيسان كما تتشوفوا. كما قلنا يعني هو الطوموبيل دابا ما يجيبوا الدوره من الجهه الاخرى من القنطره الاخرى اللي لهي اللي تتدي لتابونت، يعني غيدوزو من هذه ديريكت، فغتكون قريبه بزاف وغتعطي بطبيعه الحال يعني واحد المنظر اللي رائع. وان شاء الله راه كاينين اشغال اخرى غادي نشوفوا، يعني كاينين الشوارع ديال مدينه ورزازات تما تقدو الاناره ان شاء الله في فيديوهات اخرين نشوفوهم. الى عجبكم هذا المحتوى ديروا لنا لايك وكتبونا في كومونتير.
اشلح لكم الفيديوهات بحال هادو. شكرا على المتابعة. كما تتشوفوا الامور راها كما قلنا غادية، هما تيحفروا هنا يعني على حساب السيسان، وهذا امور مزيانة. مدام راهم الأعمدة الإنارة تيبانو ليه من الجهة الأخرى، تتشوفوهم يعني تما شي تصميت. وانا الخدمة هنايا كيما تتشوفو. اذا نخليكم مع هذه الصور الرائعه، فرجه ممتعه، وما تنساوش ديروا جيم وبارطاج وكومونتير، ونتلاقاو في فيديو جديد اخر ان شاء الله. فرجه ممتعه.